يتجمع متطوعون سعوديون شبان يرتدون سترات صفراء كتبت عليها عبارة إفطاركم علينا في الشوارع لتوزيع الوجبات الخفيفة على السائقين والمارة في ساعة الإفطار في رمضان. توزع الحملة 600 صندوق يوميا في الرياض وجدة والدمام بهدف تقليل حوادث السيارات في وقت الغروب الناجمة عن تدافع الناس وإسراعهم للوصول إلى منازلهم لتناول الإفطار. وتمثل المبادرة الرمضانية جزءا من حملة أكبر تتضمن أشكالا مختلفة وصورا متنوعة من الأعمال الخيرية على مدار العام. الحملة عندنا اليوم اللي هي حملة إفطار صائم، الحملة هذه بتسعى ولله الحمد إلى توزيع حوالي 200 وجبة في اليوم على المارة. الهدف الأول منها طبعا اللي هو مساعدة الصائمين قبل وصولهم إلى المنازل المستعجلين عشان نقلل من أثر الحوادث المرورية اللي بتصير في الوقت هذا. الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى توزيع 18 ألف وجبة في شهر الصيام.